اهلا بكم من جديد. بيسعدني يكون ضيفي في حلقه اليوم مدرب خلوق جدا، كان لاعب خلوق جدا، كان متميز جدا في الجبهه اليمنى لنادي الزمالك، كابتن احمد صالح. كابتن احمد صالح منورني النهارده. استاذ محمد الف مبروك على البرنامج، ويا رب كده القناه تكسر الدنيا ان شاء الله. وسعيد جدا ان انا متواجد مع حضرتك والساده المشاهدين، ان شاء الله تكون حلقه كويسه. الله يخليك يا رب. كابتن احمد، الاول يعني انت عملت النهارده زي بوست على السوشيال ميديا اعتذرت فيه، خلينا نبدا باخر حاجه، يعني اعتذرت فيه عن ان انت رشحت للجنه الفنيه في نادي الزمالك، عضو في اللجنه الفنيه يعني، فانت اعتذرت. اعتذرت الاول ليه؟ يعني هل كنت منتظر حاجه افضل مثلا كده يعني ولا لا؟ انا بشكر الاول المجلس، وبشكر الاستاذ مرتضى، وبشكر اللجنه الفنيه، وبشكر الناس كلها في قطاع الناشئين، اول الكابتن احمد عبد الحليم، لكل الناس اللي موجوده ان هم رشحوني ان انا اكون موجود. وده حاجه كويسه ان يجمعوا كل الناس اللي ادت للنادي او لعبت للنادي او جابوا بطولات للنادي. ده شيء كويس جدا ان هم يتجمعوا تاني ويكونوا موجودين في القطاع، يخرجوا لعيبه كويسه تكون على قد قادر نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. لكن كل واحد بيبقى له طموح شويه، بيبقى انا لجنه فنيه بالنسبه لي مش هتناسبني، مش هقدر افيد فيها. زمايلي ممكن يقدروا يقوموا بالمهمه دي افضل مني، فانا بشتغل كمدرب ممكن افيد كمدرب، لكن لجنه فنيه يعني بالنسبه لي انا مش هعرف افيد فيها يعني. والمفترض دورها ايه اللجنه؟ هي اللجنه الفنيه بتكون موجوده في النادي، ممكن يكون مسؤول عن فرقه او فرقتين، تتابع المدير الفني وتقرر عن اللعيبه او عن القطاع كله. لكن دي مش دي للاداره يعني، بتقدم التقارير للمجلس؟ لا، لرئيس القطاع. تمام. لكن انا دي مش بتاعتي. ما دي لها راتب ولا لا؟ فيها راتب طبعا، وراتب كويس. يعني هي في نادي الزمالك في قطاع الناشئين مرتباتهم كويسه ومرتباتهم، لكن انا ما ببصش على المرتب، انا ما بشتغلش شغل للشغل، انا باخد حاجه عايز هتنجحني هشتغل فيها. لكن نادي الزمالك ينجح اي حد طبعا، حتى لو ربع ساعه في التدريب. لكن بالنسبه لي طالما مش هقدر افيد النادي فهي مش مرتب وخلاص يعني. انت كنت مرشح فعلا ان انت تبقى موجود في الجهاز الفني بتاع مستر كارتيرون؟ كان في كلام ان انا اكون موجود، لكن كابتن امير عزمي وكابتن مدحت عبد الهادي الاختيار تم عليهم، وبتمنى لهم التوفيق، اثنين من ابناء النادي المخلصين جدا جدا. اتمنى اي حد يكون موجود طالما لعب ادى للنادي فحق مشروع ان هو يكون موجود في النادي، وهم الاثنين كمان على المستوى الشخصي حبايبي جدا جدا، فبارك لهم طبعا على الهوا، وبتمنى لهم التوفيق يا رب، بس يكون في ألفة بينهم وبين كارترون يعني. كنت هسألك بقى، يعني انا حاسس انه في شد وجذب في العلاقة دلوقتي وبين الناس اللي بتدير وبين المدير الفني في النادي، يعني كل الناس حاسه، يعني مش بنقول سر يعني، ده هيبقى تاثيره على الفريق بصفتك انت راجل كنت لعيب كوره كبير وفي النادي وعارف الحاجات دي، يعني بيبقى تاثيرها عامل ازاي؟ بس هو الراجل عموما من قبل ما استاذ مرتضى يجي كان في برضو مشكله مع كابتن اسامه نبيه واحمد عبد المقصود، مشي الاثنين كانوا عاملين دور كبير جدا جدا. الراجل اخذ دوري او خد دوري مع مدرب عام شاطر جدا، اسامه نبيه شاطر جدا في التدريب. وكان يعني في حاجات اسامه اتكلم فيها، وفي حاجات تاني كان حقه ياخد افضل من كده ويكون متمسكين بيه اكتر من كده، لان الراجل لازم يكون معاك مدرب. افرض الراجل جاله كورونا الفتره اللي فاتت، افرض تعب، افرض مش شرط يمرض يعني في الاخر. لا، مقصودش المدرب في أي ظرف. المساعد او المعاون او المدرب العام، ما ده ليه دور، ده دوره كبير جدا، المدرب العام بالذات والمدرب المساعد، الاثنين المدربين المصريين هيكونوا موجودين. اي مشكله هتحصل هم اللي هيلموها. مثلا خسرت النادي المباراه زي بتاعه النادي الاهلي في بدايه الدوري، فمشكله كبيره بنتيجه كبيره، فكان لازم يكون في حد مصري يشتغل معاك يقدر يلم لك اوضه اللبس بشكل مميز او شكل مهم. اللعيب عامل مشكله، لازم هو المدرب العام اللي يحل له المشكله دي. كمان اما اجي استشيرك انت كفني، انت بتسال في الماتش الاهلي والزمالك بيسال محطه الاحمال وبيسال المترجم، فصعب. احنا نادي الزمالك نادي كبير جدا ونادي عريق واولاده كبار جدا ونجوم كبار جدا يعني، فالمترجم هيديك ايه في حاجه فنيه انت عايزها؟ مش هيديك حاجه، هو هيترجم لك الكلام اللي هيوصله مترجم فقط، مع احترام الكامل للمترجم وخط الاحمال اللي موجود. وخط الاحمال برضه هيديك حاجات مش فنيه،
هو حاجاته كلها بدنيه، لكن رؤيه فنيه لا، بتاعه المدرب العام، بتاعه التخصص. بس هو الراجل يعني انت كلامك لوجيك تمام، لكن هو الراجل مش عايز، يعني الراجل او حتى لو حب هو اللي يختار. ما هو مش غلط، ما هو بعد اسامه نبيه في اول الدوري خسر بنتيجه وحشه، الاداء شكله مش كويس، تعادل المباراه وخسر المباراه، بتعادل مع البنك الاهلي وخسر في فتره قريبه جدا جدا. وانت لما تكون هتاخد دوري او بتبص على الدوري او بتبص على بطوله، ما بتوقعش كتير كده في البدايه، لازم تبقى انت مركز في شغلك بس. لكن هو مشتت شويه، كرتون شويه، احط شروط جزائيه، احط انا مش عايز حد معايا يشتغل، ده بيبص ان هم يبقوا مديرين فنيين. لو عايزين يمسكوا اسامه نبيه كانوا مسكوا اسامه نبيه، ما كانش حد جابك انت. بعدين راجل اجنبي المفروض يكون العقليه بتاعته تكون افضل من كده، انت الراجل ده بيساعدك. ففي كلتا الحالات ده خدمه ليك انت، وانت استعملته في حاجات كتير جدا ونجح فيها وخد دوري. خلينا الراجل بيضايقك، طالما بيضايقك وانت خدت دوري سيبه معاك طالما ناجح بيه، فده الوضع الطبيعي. لكن يمشي وما تجيبش حد وتقع وتكابر حتى ما جابش مدرب كرة اجنبي، يعني حتى ما جابش مدرب مساعد او مدرب عام اجنبي، ودي غريبه جدا، وكانت باينه في الماتشات، باينه في تغييراته، باينه في الرؤيه الفنيه، باينه في تحافظ فني عليه، في التحافظ فني في الحاجات اللي هي هو كان ماشي كويس الفتره اللي فاتت مع اسامه نبيه. لكن السنه دي في مشكله، ان هو التفكير نفسه بتاعه في اداره المباراه لا فيها مشاكل، يعني بتاخر في التغييرات مثلا، التغييرات وبدايه التشكيل وحاجات كده. يعني انت بتبقى باينه ان كان في تدخل مصري، ان كان في زي موضوع المنتخب، يعني باينه المدرب العام في مشكله ان ملوش دور. لما باجي اسال بيسال وائل جمعه في بعض الحالات، وائل جمعه طبعا تاريخ كبير والراجل صديق عزيز، لكن انت مصنف مدير كوره، لكن الراجل بيسال مدير كوره مع ان هو لعب كوره طبعا وهيفيده طبعا، لكن احنا بنتكلم على التخصص بتاعك ايه دلوقتي. الراجل سايب المدرب العام بيسال مدير كوره او بيسال محمد شوقي، وطبعا محمد شوقي المفروض الراجل يساله، لكن بيسال شوقي، بيعتمد على شوقي كتير عشان حته اللغه برده بيترجم او لكن في حاجات اساسيات بتبقى موجوده. نتمنى ان الراجل يهتم بالكابتن ضياء شويه، او استاذ احمد مجاهد، او الباشمهندس احمد مجاهد يكون في، لان الراجل بيشتغل بدماغه وشغال بطريقه غير طبيعيه في التشكيل وفي التغيير، وجاي بيجرب بعض اللعيبه. انت منتخب مصر المفروض عندك، منتخب مصر ده فرقه موجوده، حتى الحاجات داخل الملعب انت ملخبط اللعيبه في بعض الحاجات، مراكز اللعيبه نفسها متلخبطه بشكل كبير جدا في الملعب. ففي علامات استفهام كتير موجوده يعني على كروش يعني. طب كابتن احمد صالح، اذا قلت لك الزمالك متاثر بغلق القيد بالنسبه له في الصيف اللي فات والشتاء القادم، ولا اللعيبه اللي موجوده تقدر تتحمل المسؤوليه بنفس الكفاءه طول الموسم؟ لا، الى الان ما فيش مشكله من القيد. القيد طبعا هياثر كتير جدا على المدى الطويل، لان في لعيبه هتتصاب، في لعيبه هتتوقف، في لعيبه مستواها هيقل، فلازم يكون في ناشئين موجوده. واحنا طلعنا معظم الناشئين الكويسه، طلعناها اعاره، وكان دي غلطه كبيره جدا. المفروض الناشئين دي مشوا ببلاش كمان، زي حسين فيصل والناس، حسين فيصل وصبحي راح اعاره، اسامه فيصل راح اعاره، راحوا عشان موضوع الماديات او المبالغ الماليه، مروان اعاره، مروان يعني فيصل لوحده جاب 4 مليون. هم عايزين يجيبوا دخل عشان يقدروا يساعدوا الفرقه او يدوا بعض المرتبات او الاقساط اللي عليهم للعيبه يعني. لكن هتاثر على المدى الطويل طبعا، هتاثر ان ما فيش قيد يعني، فتبقى مشكله كبيره جدا. لكن انت الى الان ما فيش مشكله، اللعيبه اللي موجوده انت عندك تيم كبير جدا جدا، ما فيش قيد. لا ما فيش قيد، لكن في لعيبه كبيره جدا وفي تيم كبير جدا في نادي الزمالك يقدر يكمل لو اشتغلوا صح. والراجل طبعا في حته الاحمال دي شاطر فيها، شاطر هو. فمش هيعور مش هيعور اللعيبه في حته الاحمال، او مش هيخليهم اصابات من التمرين يعني، هو شاطر في الحته دي جدا. فنتمنى ان المجموعه يقدروا يكملوا، لان هتبقى صعبه جدا على المدى الطويل في البطولات كمان انت بتشارك فيها كتير، الدوري طويل جدا. فنتمنى ان هم ما يتعوروش، عشان البدائل هتبقى مش على نفس المستوى الاساسي يعني. المركز اللي انت اللي الزمالك محتاج فيه تدعيم من وجهه نظرك؟ الزمالك محتاج ديفندر، محتاج مساك، محتاج راس حربة يعني، وموضوع بقى كمان حد كمان مع أوباما في الحتة دي يعني. دي المراكز، مركز 10، دي المراكز اكتر مراكز انا شايفها احنا محتاجين فيها لعيبه يعني. انت مستغرب بما ان احنا قلت ديفندر يعني من استبعاد طارق حامد من المنتخب؟ دي علامة استفهام كبيرة جدا، لان انت
خلينا نتكلم ان طارق حامد كان افضل ديفندر في مصر الفتره اللي فاتت كلها. الفتره الاخيره السوليه ظهر بشكل كبير جدا وعامل حاله كويسه جدا جدا في المنتخب، بس كان لازم يكون معاه طارق حامد. انت طارق حامد اكتر لعيب في مصر بيقدر يدافع دفاع بحت اعلى من السوليه في النواحي الدفاعيه البحته. طب وحمدي فتحي؟ وحمدي فتحي لعيب مميز لكن مش زي طارق حامد. طارق حامد اعلى يعني اعلى في النواحي الدفاعيه، لكن حمدي فتحي لعيب لعيب كوره. حمدي فتحي كمان ظهر الفترات الاخيره، بس كان قبل كده لما موسيماني غير طريقه اللعب فحمدي فتحي ظهر في حته النواحي الثالث وبقى ينزل بظهر جدا جدا وبقى شغال بشكل مميز جدا. اما راح المنتخب كمان اشتغل بشكل مميز جدا، وهو لعيب مميز لعيب هايل طبعا يعني. لكن طارق بيدافع اكتر واشرس، فلازم طارق يكون موجود مع حمدي فتحي مع السوليه، عنده حته الكرات الطوليه بيعملها مظبوط جدا جدا يعني. يبقى عندك الناس اللي بتقدر تهاجم وديفندر ثابت يقدر يدافع على الناس دي كلها، يبقى عندك حريه زي ما كان طارق حامد مع ساسي. ساسي كان عالمي في نادي الزمالك علشان معاه واحد زي طارق حامد بيلم له كل النواحي الدفاعيه، وساب ساسي كانه بيلعب مركز 10 ما كانش ديفندر يعني. طارق كان بيشتغل في كل حته لوحده وساب ده ما بيجي معاه كوره، لان ساسي كورته حلوه فكان بيظهر في الحاجات الجماليه كتير جدا، لكن في النواحي الدفاعيه ما يقدرش يعملها زي طارق حامد طبعا. جربنا ايمن اشرف، جربت ديفندر وطارق حامد بره المنتخب يعني صعبه. ايمن اشرف ما يقدرش يلعب ديفندر وما يعرفش يلعب ديفندر الا لو اتعلمها وحافظ. انت المدربين بيتعب جدا عما يحافظ الديفندر او الشغل الدفاعي للعيبه، كمان انت عايز منه مطلوب منه ان هو يقدر يهاجم يشتغل على قدام. وكمان ايمن اشرف اول ما لعب ديفندر كان بيستلم وشه للمرمى، يعني وشك لمرماك ده يعني هتحط كرة تاني زي ما جات لك يعني. هو فكرته ان هو لعيب اشول فما يدي فرصه لفتوح يتقدم ويقدر يقفل الحته دي. لا انا شايف ان هو ما ادهاش بالشكل المطلوب، كان تايه فيها، تايه في حته التحركات نفسها. ممكن الناس ما تاخدش بالها من حته التحركات يعني، هي ممكن المدربين او الناس اللي متخصصه قوي هي اللي هتفهم، لان هو التحركات بتاعته بعيد جدا عن المكان ده، عن المكان خالص. هو مساك هايل وباك ليفت هايل يعني، المكانين دول بيعملوا بشكل كبير وناجح جدا مع النادي الاهلي. لكن كدفندر لا، مش التوظيف بتاعه كان غلط فيها يعني. انت ليه قلت الزمالك محتاج سيرد باك؟ يعني في محمود علاء، في الونش، في محمد عبد الغني. نادي الزمالك بيلعب في بطولات كتير، وفي ساعات لعيب بيبقى مش موفق، وفي ساعات تلعب في افريقيا في ناس بتبقى اقوى شويه، فلازم تحتاج عندك يبقى مساك قوي جدا، مساك بيلعب برجله مظبوط. عايز تشتغل في ماتش تاني هتبني هجمه، يبقى لازم مساك معاه اللي هو بيلعب كره اعلى هتشتغل بيه. في ماتش تاني هتلعب على فيرود اللي هو الناس بتخبط، فعايز واحد قوي زي الونش يبقى ده يعني كده. يبقى انت عندك معظم الحاجات موجوده، لكن في نادي الزمالك الفتره دي ثلاث لعيبه يعني مش هيبقى نادي الزمالك محتاج اعلى من كده كمان يكون موجود، لان انت في بعض الفترات بعض المساكين جاء عليهم فتره او السوشيال ميديا معنى صح وقعت محمود علاء شويه، فلازم يكون في مساك يكون موجود كمان معهم من وجهه نظر يعني. وانت شايف ان امام عاشور جنب طارق محتاجين واحد ثالث معه؟ ده لازم يكون حد ثالث موجود يعني. يعني رغم وجود رؤى، رغم وجود محمود عبد العزيز، انت شايف هم مستواهم يعني مش مستواهم كويس، لكن انا عايز حد يقعد الناس اللي موجوده وحد سوبر عشان اجيب لعيب زي مين. ترشح مين ممكن الزمالك يجيبه من الدوري؟ من الدوري يعني دونجا عليه. ممكن دونجا، وممكن لعيب المقاولين الصغير مجلي. دول اتنين كويسين، وفي لعيب برضو ديفندر تقريبا تونس في المقاولين، ديفندر كويس اللي هم لعيبه الكوره بيعرف يقطع بشكل كويس. دول يعني يمكن يقدروا يشتغلوا في نادي الزمالك بشكل كويس يعني. طب الناحيه اليمين، بما ان انت كنت باك رايت يعني، في الزمالك مش محتاجه حد يعني في وجود المسلوسي وحازم امام؟ الزمالك محتاج باك رايت بمواصفات مواصفات المنتخب يعني، حد يكون سوبر يلعب. كان عندنا احمد محمود ناشئ صغير راح فاركو اعاره السنه دي، وهو باك رايت كويس وكان موجود مع النقص اللي عندك في حته باك رايت، لكن برضو وديناه اعاره، ودي برضو يعني كان لازم يكون موجود. وكارترون اتكلم على عليك بشكل كويس جدا جدا، وكان قال ان هو هيكون مستقبل النادي واتكلم عليه بشكل كويس، لان هو لعيب باك رايت كويس، بس عايز وقت طبعا يخش مع اللعيبه واحده واحده ياخد ماتشات
خطوات واحده واحده لحد ما يبقى موجود. والسنه الاعاره دي هتفيده، لكن انت كنت محتاجه مع حازم امام. المسلوسي شويه بيشتغل بشكل كويس وشويه تاني بيرجع بيقل شويه، لكن انا عايز يعني لعب كويس طبعا، واشتغل الفتره الاخيره من السنه اللي فاتت اول ما مستر كارتولينا عمل زي فتره اعداد مصغره اللي هي 21 يوم. المسلوسي فاق فيهم جدا اخر 5-6 ماتشات، كان كويس جدا جدا، لكن بعد كده بدا تاني رجع شويه تاني لورا. يعني لو بتقيم بينه وبين حمدي النجاز مين كان افضل؟ لا، على المستوى الهجومي حمدي النجاز، على المستوى الدفاعي المسلوسي. هنلعبهم الاثنين فكل واحد فيه عنده هنلعبهم الاثنين مع بعض ولا لا؟ النجاز اعلى، لكن انا مش عايز النجاز يرجع يعني. لا، بعيد عنه يرجع محافظ يعني. عليه لكن النجاز بعد ما مشي انت مش عايز يرجع، بدل ماشي خلاص. بالظبط بالظبط. نفس الكلام بتقوله على فرجاني، او نفس الكلام فرجاني مش عايز يرجع، نفس الكلام على كارترون لما مشي كنت رافض انه يرجع. انت فكره اللي يسيب النادي ما يصحش انه يرجع؟ طبعا احنا كنا بندفع فلوس عشان نلعب في النادي، من يعني انا سايب 50,000 جنيه من جيبي سنه يعني كام يعني عشان العب في نادي الزمالك من جيبي. كنت رايح من بلديه المحله. لان انت ما ينفعش النادي يكون يعني مثلا نادي يكون موفر لك كل الفلوس اللي انت عايزها، الماديات اللي انت عايزها، وبتاخد فلوسك في وقتها وارقام كبيره جدا، يعني انت مش محتاج يعني حاجه ان انت يروح عشان خاطر مثلا 2-3 مليون زياده ولا يعني. ما انت بتاخد ما شاء الله يعني ده رزقك واحد هتاخده ما فيش كلام، لكن انت تسيبني عشان فلوسه تمشي دي انا عايز ترجع تاني وترجع تاني بمزاجك يعني. ما يعني مثلا الساسي مش موافق خلاص، والناس مش موافق في النادي اللي راح فيه دحيل، مش موافق والناس مش محتاجاه، لسه مقدم شكوى ضد الزمالك قبل كاس العرب يعني. وبعدين يطلع في التلفزيون يتكلم ازاي على الزمالك والبيتي؟ لا، عشان عايز ايه؟ عشان بقى الامير مرتضى رجع فممكن يجي يعني، لانه عارف العلاقه اللي بينه وبينه كويسه جدا. لكن انا ما اتمناش ان هو يرجع النادي الزمالك، لكن هو لعيب كبير طبعا ومستوى عالي جدا جدا. لكن اللي كان معليك هو واحد اسمه طارق حامد، كان بيلعب جنبك. اللي كان معلي فرجاني طبعا، بدليل انه لما راح نادي تاني ما ظهرش بنفس المستوى يعني، لانه هيبذل مجهود كبير في النواحي الدفاعيه فمش هيقدر يعمل الحاجات الهجوميه اللي هو كان بيعملها. بيفرق مع النادي لما لعيب يمشي يسيبه ويرفض النادي يرجعه؟ انت شايف ده بيفرق مع النادي في قيمته يعني؟ يفرق مع النادي، لا النادي اللي بيعليك يعني، النادي في قيمه النادي يعني. النادي يعني كون لعيب او مدرب يمشي فيرجع النادي يرفض، الاهلي بيعمل كده يعني الاهلي لما لعيب بيمشي اذا حب يرجع بيرفض. تمام. الزمالك بيسمح؟ لا، اللجنه سمحت، استاذ حسين النبيب سمح عشان خاطر كان الشكوى اللي كان فرجاني ساسا عاملها، علشان يتجنب الكلام ده جاب فرجاني ساسا عشان يتنازل عنه. قصدك حمدي؟ حمدي النجاز. حمدي النجاز. لكن انا برضو كارتيرون رجع. طب ما انا كنت معترض مع اللجنه اللي قبليها بتاعت اللي هو عماد. لا، انا اقصد الزمالك منهجه احيانا ان مفيش مشكله ان حد يرجع، الاهلي لا. هل الافضل بالنسبه لك الا انه اللي يمشي ما يرجعش؟ لا، انا اللي يخليني لما اكون عامل له كل شيء ويجي النادي تاني بمزاجه، ان انت مشيت عشان خاطر فلوس وترجع تاني عشان خاطر فلوس، او مش موافق في حته فعايز تتلم مع نفسك تاني او تاخد فلوس اعلى دلوقتي تاني وانت مش موافق، لا ما بحبهاش. او انت مشيت سبتني ومشيت بمعنى صاحب البلد كده بعتني ومشيت، انا ما ينفعش ترجع. كابتن احمد صلاح، انت لعبت في الزمالك قد ايه؟ 8 سنين من 2003 او 4 هي كده، كان من سنه يعني كنت انا سنتين ناشئين، وبعد كده لعبت تاني سنه 1999 98 99 في الزمالك. كنت ناشئين لحد 2005 2006. لا، صعدت فريق اول من امتى؟ سنه 98 99 صعدت فريق اول. ليه الناس دايما بحكم بقى ان انت موجود طول الوقت في كواليس الزمالك حتى لما بطلت يعني انت كنت موجود في الزمالك يعني؟ تمام. ليه دايما الناس شايفه الزمالك على صفيح ساخن طول الوقت؟ ايه السبب يعني يبقى الاهلي مستقر جدا والزمالك طول الوقت على صفيح ساخن؟ رقم واحد، النواحي الاعلاميه يعني معظم الحته الاعلاميه تصب في النادي الاهلي الاول. في مشاكل كتير في النادي الاهلي لكن ما بتظهرش في الاعلام. نادي الزمالك اي لحد قال سلام عليكم تلاقيها في الاعلام، ودي مشكله. ما بتخرج من الزمالك سلام عليكم، دي بتخرج من الزمالك. طبعا بتخرج من الزمالك يعني. هو انا اعرف انا لو ما خرجليش تسريب لعهد اوباما هعرف اذيعه؟ لا، ما انا بتكلم حضرتك ان الحاجه بتخرج من نادي الزمالك وده شيء مش مظبوط. يبقى الراجل اللي خرج الكلام ده من نادي الزمالك المفروض ما يكونش موجود في نادي الزمالك، لان نادي الزمالك ده بيتك، المفروض انت بتاكل منه عيش وبتقبض منه، فلازم يحافظ عليه.
انت تعرضت لمواقف زي دي في النادي قبل كده؟ يعني موقف ليك في التدريب ما تبص فوجئت بيه في الاعلام مثلا؟ كتير كتير. كان في حاجات بسيطه مثلا بينه وبين الكابتن ابراهيم حسن مثلا، يكون حاجات خفيه جدا يعني. انا مش من النوع ان انا بعمل مشاكل، حضرتك عارف اني ماليش في الكلام ده خالص. الاقي كل في بعض الصفحات كاتبين كلام غريب جدا جدا، يعني ان انا عملت مشكله وحصل خناقه وحصل مكان يعني. ده معناه ان في حد حكى بطريقه اظهرت للصحفي؟ طب اكيد طبعا اكيد كتب بناء على اكيد طبعا. فكان ده موجود في يعني في بعض الاحيان التسريبات ممكن تبقى رئيس النادي نفسه. لا، على مدار التاريخ نمشي ازاي؟ على مدار التاريخ. لا، التصريحات دي بتاع الاستاذ مرتضى او لا يعني ما بقولش اسماء، مش عايز اقول اسماء. يعني اقصد ان ممكن يبقى التسريب الخبر او تسريب العقد او اي تسريب بحد من الاداره. لا، بس حد من الاداره هيكون اصلا العقد هيكون مع مين؟ يعني عادي كارتيرول لما يتسرب هيبقى مع مين العقد؟ ما هو مع الاداره مع المدرب. لا، عقد كارتيرول لما يتسرب ده لو الاستاذ مرتضى قاله او اي حد قاله هيبقى هو قاصد ان هو يقوله. لا، مش قاله، اتسرب يعني جزء بند معين اتسرب. اصل ممكن لو اتسرب ده ناس كتير، ممكن حد في دخل المكتب في حد اتعمل. دي بتبقى موجوده كتير في موظفين، بعض الموظفين ممكن يعملها. مش يعني مش في نادي الزمالك، في اي حته في اي مكان. يعني عادي مدرب يتصور يعني من موظف تقصد؟ لا، وارد وارد طبعا. انا مش بتكلم على نادي الزمالك، انا بتكلم عموما. اي ورق ممكن باخد، ممكن حتى في المصالح الحكوميه ممكن في بعض الناس بتقدر تاخد ورق من مصالح حكوميه ويقدر يعرضها بشكل يعني. دي حاجات تفاصيل انا ما بحبش اتطرق لها يعني، لان مش هعرف اكلمك فيها، لان انا ما بحبش الكلام اللي هو في حته الحاجات اللي خارج الحاجات الفنيه، فمش هتلاقيني عارف اتكلم فيها. عموما يعني انا هو القصد انه الزمالك يقدر يبقى يعني بطولاته اكتر ونجاحاته اكبر وانتصاراته اعلى لو بس حصل نوع من الاستقرار شويه. لا، في نادي الزمالك دي بتفرق. في نادي الزمالك فترات طويله ما فيش استقرار، على مدار فتره كبيره جدا جدا ما فيش استقرار. يعني شويه يعني مثلا الاستاذ مرتضى بقاله سنه المجلس اتشال وجاء لجنه واثنين وثلاثه ورجع تاني. طب هل هو اذنب ولا ما اذنبش؟ طب رجع ازاي لو هو اذنب؟ ما انا برضو دي غريبه يعني. ولو اذنبش مشي ليه؟ ما احنا بنتكلم يعني، حد يفهمنا يعني. كان لازم الكلام ده كله برضو يكون موجود. طب اذا حتى لو هو ما اذنبش، طب انتوا عايزين ايه؟ حد يهد في نادي الزمالك او استقرار نادي الزمالك، او ان نادي الزمالك خد دوري فعايزين نلغي نادي الزمالك شويه؟ دي حاجات كتير مش مفهومه. لوغاريتمات بالنسبه لكم انتوا لوغاريتمات يعني. صحيح. طب انت شايف الاهلي فنيا، بنتكلم على المستوى الفني، مستقر حاليا اكتر من الزمالك؟ لا، هو فنيا دي بتبقى راجعه لكارترون وموسيماني هو ولاعيبته، حتى لو في مشاكل في الاداره. انا كان ايامنا مستر كابرال كان فاصل اللعيبه. ده كان ماله ده؟ لا عموما اي كابرال ده كان حدوته. طبعا كان حاجه. انا متهيألي اكتر مدرب في تاريخ الزمالك كسب بطولات. صحيح. كان الفتره اللي موجوده معانا فيها كان مدرب كمان عبقري، مدرب شاطر جدا، مدرب ذكي جدا، وبيعرف يتعامل مع كل الناس، وكان عنده اللي بيتمرن كويس بس هو اللي بيلعب. كابرال خد السوبر المصري اول ما جه، وبعدين خد افريقيا، دوري ابطال افريقيا لو تفتكر، من الدوري، وبعدين خد الدوري، وبعدين خد قبلها السوبر الافريقي لو تفتكر، والسوبر المحلي. بدأ بالسوبر المحلي وبعدين خد دوري ابطال افريقيا، وبعدين اخذ السوبر الافريقي في شهر فبراير. صح. وبعدين اخذ الدوري، وبعدين مشوه. ده هو خد 6 بطولات في السنه دي. خد حاجه عربي؟ ست بطولات، البطوله العربيه. صح، خد بطوله عربيه. ست بطولات في الوقت ده، في اقل من سنة. اقل من سنه. فكان مدرب عظيم يعني. بصراحه. وراح على فكره العرب القطري مره وقتها باتيستوتا المهاجم الارجنتيني، وكان بركات معاه لو تفتكر. صح. الفتره دي. طيب الاهلي دلوقتي، انت شايف موسيماني مقدم نجاحات مع النادي الاهلي؟ مقدم نجاحات طبعا، لكن في فتره فيها، الفتره الاخيره وقع شويه، حتى كان عايز يمشي وعايز يهرب وكلام كده. وبعد كده لما جابوا له لعيبه، اللعيبه فوقته تاني. فهد احمد حمدي وعمار وبرستا ومكسوني. احمد عبد القادر تقصد؟ احمد عبد القادر. لما اللعيبه دي جات له تاني وبقى عنده دكه كويسه، بقى عنده تشكيل كويس، وعنده وكمان حسام حسن، بقى في لعيبه بتقدر تنفذ له. حمدي فتحي ما غير طريقه اللعب، وحمدي والسوليه وديانج بداوا يشتغلوا، وايا كان اللي بيلعب في نص الملعب يعني. ف
طب بقوله الطريقه بشكل مميز جدا، كسب نادي الزمالك بطريقه اللعب الجديده اللي عملها. اللعبه بقت مركزه جدا، الناس اللي بتنزل احتياطي التغييرات بتعمل فوارق معاه، بيشتغلوا بشكل مميز. بيرستاو صفقه مميزه جدا جدا للنادي الاهلي، فاعتقد ان لعيب كويس، لعيب كويس طبعا، لعيب كويس طبعا. فيمكن الصفقات دي حايت بلغه الكوره يعني موسيماني تاني، بس وغير كمان طريقه اللعب بتاعته. ما طريقه اللعب، ما انا بتكلم على حمدي فتحي، يعني طريقه اللعب متغيره مع اللعيبه الجديده اللي جت. انت ما عرفت غير طريقه اللعب، بس بعض الناس متحفظه على طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها. طالما ناجح بيها هو المفروض، طالما بتلعب في نص الملعب بثلاثة ده، يبقى انت بتلعب مثلا الزمالك، بتلعب الترجي، بتلعب الرجاء، بتلعب الفرق اللي هي القويه، الماتشات الصعبه، الماتشات الصعبه بس اللي تحتاج فيها ثلاثه ديفندر. لكن هو نجح بيها والاداء اتغير بالنسبه له، الشكل بقى فيه جبهات بيقدر يشتغل بيها، بقى فيه بيقدر يدافع نواحي دفاعيه منظم فيها، بقى فيه ما فيش خطوره عليا. فهو قال يعني امن حاجه بالنسبه له هو لعب بيها ثلاثه في قلب الملعب، وحمدي نجحها له بشكل كبير جدا، فخلاص كمل بيها من 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 مكاسب طريقه اللعب بتاعته هي حمدي فتحي، فكمل عليك. وكل الماتشات اللي لعبها اشتغل بها كده وكسب بيها. طيب انا يعني هنتكلم بقى على المنتخب، ننقل على المنتخب وكيروش، وعندنا مباراه مهمه مع قطر يوم السبت. لكن الاول بما اننا بنتكلم على الاهلي، يبدو ان في انفراجه للنادي الاهلي في الموضوع بتاع كاس العالم للانديه، وتعرف تعارض المواعيد ما بين كاس الامم والكاس العالم للانديه. دي هتخلص يوم 6/2 كاس الامم، لكن كاس العالم للانديه بدا يوم 3، الاهلي المفروض يلعب يوم 5. فان شاء الله احنا اذا اتلعبت كاس الامم وكملنا لغايه ما نوصل الفاينل هيبقى في مشكله في تعارض المواعيد. يبدو ان في انفراجه من الاتحاد الدولي اللي بعت للانديه الاوروبيه اللي عندها لعيبه افارقه، قال حاجه مهمه جدا نتابعها في هذا التقرير. قد تكون الانفراجه قريبه، فالامور الان تطبخ على نار هادئه في مقر الفيفا. تضارب في مواعيد بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية أشعل صراعا بين الأندية المشاركة من جهة والفيفا والكاف من جهة أخرى، مع ضغوطات عامة من الأندية الأوروبية لتأجيل أو إلغاء الكأن للاحتفاظ بلاعبيها الأفارقة. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بدأ في استطلاع لرأي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية حول تأجيل البطولة لمدة 4 أيام تبدأ في 7 فبراير بدلا من 3 فبراير وفق ما تناولته بعض التقارير الصحفية، مع الإشارة إلى موافقة كل الأندية المشاركة باستثناء نادي تشيلسي الإنجليزي الذي لم يحدد موقفه حتى الآن. الأهلي ما زال أكثر المتضررين حتى الآن بسبب عدم حسم الموقف رسميا، خاصة أن منتخب الفراعنة يضم العديد من لاعبيه، بالإضافة إلى تواجد الثنائي علي معلول وإليو ديانج مع منتخبي تونس ومالي، مع احتمالية انضمام بدري بانون إلى منتخب المغرب بعد تألقه الأخير في كأس العرب. أيام قليلة حاسمة تحدد مصير القلعة الحمراء في البطولة، فهل سيخوض الأهلي كأس العالم بكامل نجومه، أم سيلعب ناقصا من نجومه المؤثرين لتصبح مشاركته محفوفة بالمخاطر، أم سيتخذ القرار الأصعب وهو الانسحاب من البطولة؟ خليني قبل ما نروح للمنتخب وكيروش، الاول عايز اعرف انت الفتره الجايه بتفكر في ايه بالنسبه لك؟ يعني المحطه الجايه، انت كنت في سموحه وحصل زي صدام، يعني اتكلمت انت فيه كتير يعني، صح؟ وخلاص يعني اعتقد ان الامور خلاص يعني، يعني ما بقاش فيها مشاكل بينك وبين الكابتن احمد سامي دلوقتي او النادي يعني، ولا لسه في مشكله؟ لا انا ما حدش اتكلم معايا من يوم ما مشيت خالص، يعني انا ماشي اخر حاجه كان كابتن سامي معايا كويس جدا، مفيش اي حاجه خالص لحد انا ما مشيت، وما فيش تعامل خالص بينه وبينه الى الان يعني، ولا اتصال ولا اي حاجه خالص يعني. وده اللي انا مستغربه يعني، فانا يعني مستغربه. اللي كانت علاقتك كويسه بيه؟ كويسه جدا طبعا، لحد انا ما مشيت كويسه جدا، مفيش اي مشكله خالص يعني. طب تفسيرك ايه؟ انا كنت متصور انه حصل اتصالات وكلام. لا 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 لا، انا ما اتصور خسران، مش انا يعني، هو اللي خسرني. ليه بقى؟ لا الحمد لله بفضل الله، ما حدش بيتكلم عن نفسه يعني، امين في شغلي جدا، مدرب كويس،
هتحتاجني في حاجات معينه هقدر اعملها لك بشكل مظبوط. انا دارس تربيه رياضيه، دارس احمال بشكل كويس، الحمد لله ربنا بيديك حاجات في التدريب، في حاجات كان ليك دور معاه كويس الموسم اللي فات الحمد لله بفضل الله، يعني ليك دور مهم معاه بالنسبه له. اي مدرب بيبقى شغال مع مدرب بيبقى له دور طبعا يعني، لكن هو سموحة الموسم اللي فات كانت نتائجه واداؤه افضل. انا كنت رايح هو كان مركز 14، نهينا مركز رابع، السنه دي هم مركز 13 الفتره دي يعني، لكن انت لسه في بدايه الدوري يعني برضو كده، لكن سيبك من نوع فوق او تحت، لكن انا بتكلم علي انا علاقتي بيك كنت شغال بشكل كويس، لكن طالما انت ما قدرتنيش فما ينفعش انا اتصل عليك او اسالك انا مشيت ليه، لا مش هسال، لان انا عارف انا واثق في نفسي وجوايا الحمد لله بفضل الله. معلش كلمه ما قدرتنيش دي قصدك القصد بيها ايه؟ ان انا مشيت بشكل مش حلو، ان انت بلغت مع مدير شؤون اللاعبين، بلغ الكابتن احمد يمشي، اقول له خلاص انت مش معايا. يعني مش الكابتن احمد اللي قاعد معاك؟ لا خالص خالص. يعني انت فوجئت الراجل ده جاي لك يقول لك كابتن احمد احنا بنشكرك؟ جالي تليفون قال لي كابتن احمد انت اتخانقت مع الكابتن احمد؟ قلت له لا. قال لا ده بيقولوا انت عملت مشكله كبيره معايا النهارده. قلت له انا فين؟ انا بحسوه بيهزر معايا يعني، احنا كسبانين 4-2. قلت له يعني عايز ايه يعني؟ وتقول لي هات من الاخر، قول لي عايز ايه؟ قال انت كابتن يعني هم بيقولوا ان انا اتخانقت معاه وانت قلت حاجات على الدكه، ان انت كنت عايز الفرقه تخسر وحاجه يعني حاجات كده يعني. قلت له فرقه مين تخسر يعني؟ انا مش فاهم منه حاجه، ان انا عايز سموحة تخسر. كلام مش منطقي يعني. من طلائع الجيش. قلت له كمل. وبعد كده قال لي الكابتن بيقول لك ان انت مش مرتاحين مع بعض. قلت له شكرا، اقول له شكرا، بشكرك وبشكر كل النادي. الفتره انا قعدت فتره كويسه جدا مع النادي، 9 شهور قعدتهم معاهم. طب انت كنت متوقع ان ده يحصل؟ يعني كان في بوادر قبلها بيومين بثلاثه بخمسه باسبوع باسبوعين، يعني كان في بوادر كده ان في حاجات؟ في بعض الحاجات انا احسها كمدرب، كان يعني في بعض الحاجات بتبقى انا يعني مش تحجيم شويه مثلا، في بعض الحاجات كده يعني ببقى انا حاسس، لكن هو كان التعامل بتاعي يعني مع اخر ماتش كنا قاعدين نهزر قبل الماتش قبل ما ننزل نسخن يعني، ما فيش اي حاجه خالص. انت بتقول حاجات كنت بتحسها زي ايه مثلا؟ عشان لو حصلت لي برضه ابقى عارف. لا التعامل بيكون فيه شويه يعني، فانت مش طبيعتك النهارده معايا مثلا يعني. فمن قبلها بفتره كده كنت حاسس يعني، لكن كأسباب معينه يعني كنت سايب الموضوع، ما انا ما اشغلش بالي لان انا بعمل ربنا بشكل كويس. فهو الاداره سايبه الصلاحيات للكابتن احمد يعني كامله، ولا الاداره كمان كانت مشاركه في لا الاداره سايبه كل الصلاحيات كامله للكابتن احمد طبعا، وموفرين له كل حاجه، وناس محترمه جدا. نادي سموحه ينجح اي مدرب يشتغل معاه، امكانيات الماديه بيسبوك يعني بيوفر له كل حاجه، فنادي محترم جدا. اي حد يشتغل في نادي سموحه كل الناس محترمه جدا في حته التعامل، عارفين كل واحد بيعمل ايه، تخصصات كل واحد متخصص في حاجه. الناس كانت متصوره المهندس فرج عامر بيتدخل في كل حاجه؟ لا معايا انا ما شفتش يعني للامانه يعني، كان الكابتن سام هو اللي بيقعد مع الباشمهندس لوحده. لا يعني اقصد في اختيار اللعيبه، في ما اعرفش ايه، في البيع، في الشراء، كان بيتدخل ولا كان؟ لا كان حته اختيار اللعيبه دي كان كابتن سامي وشلوفه هم اللي مع بعض في الموضوع ده. سامي ومين؟ وشلوفه وكل اللاعبين يعني، هم اللي كانوا مع بعض في حته اختيار اللعيبه، لكن انا بعيد عن الموضوع. في وكيل معين لسموحه؟ شلوفه هو كان تعامل مع الكابتن احمد ونادي سموحه يعني. هو اللي بيجيب بس لعيبه سموحه شلوفه؟ كان موجود. اشمعنى يعني؟ لا مش عارف والله يعني، هو كان هو اللي بيجيب اللعيبه للنادي مع كابتن سامي. و اي لعيب يعني ده اللي انا كنت عارفه، ممكن يكون في حاجه تانية بتحصل انا مش معرفهاش، بس ده اللي انا عارفه يعني. لكن انا ما كنتش بتدخل في موضوع اللعيبه ده نهائي يعني، ما بعيدا عن الموضوع، انا كنت راجل فني بس، ملعب بس، تمرين بس. اللي طبيعي ان يبقى في وكيل للنادي كله، ده سياسة نادي، ممكن تكون كانت كده مع الباشمهندس وكابتن احمد وشلوفة ممكن، لكن ممكن يكون بيتعامل مع حد تاني انا ما اعرفوش، ما شفتش. على طول كنت بتشوف شلوفة يعني؟ لا مش حكاية ان انت تشوفه كمان يعني، شفته في النادي طبعا، لكن مش لازم يظهر يعني. مش لازم يظهر. تمام. طب يعني انت من وقتها يعني ما رحتش نادي تاني؟ اتعرض عليا حاجات، لكن انا ما بشتغلش يعني، ما بشتغلش وخلاص يعني، ببقى عايز حاجه تنجحني. لما بتجيلي حاجات
مش كويسة ما بشتغلش يعني. أو أنت جالك حاجات ما كانتش غير اللجنة الفنية بتاعت الزمالك؟ لا جالي حاجات في الممتاز بيه، بس فرق مش هتقدر توفر للعيبه فلوسها، فما هروح امشي تاني يوم او تاني اسبوع، فانا ببقى محتاج حتى لو 50% من فلوس اللعيبه تكون موجوده على الشهور تقدر تديهم، لان برضو اللعيبه بتبقى مسؤوله عن اهلها، مسؤوله عن اولادها، يعني بيكونوا متطلبات حتى الحاجات اللي هي البسيطه، لان الممتاز بيبقى فيه حاجات بسيطه شويه. في مدربين في الدوري الممتاز يعني، او مدربين مكلمنا نكون معاهم الفتره اللي جايه، مدربين قاعدين حاليا كانوا شغالين في الدوري الممتاز قاعدين، حوالي 3 مدربين مكلمني، منهم ناس في نادي الزمالك ومنهم ناس بره من نادي الزمالك، فالحمد لله سمعته كويسه في التدريب، فمش قلقان، فلو حاجه كويسه هشتغل طبعا، ما عنديش مشكله منها خالص. لكن افضل لك بتعرض عليا الحمد لله. انا حاليا بحلل في شباب الرياضه وبحلل في استاد النيل، فالفتره دي لحد ما تجي حاجه كويسه انزل اشتغل طبعا. لكن انت افضل لك تشتغل دوري ممتاز ولا مش فارقه؟ لا مش فارقه معايا، اهم حاجه اكون في الملعب، يعني انا بحب التدريب يعني ان كان ممتاز بيه او دوري ممتاز ما عنديش مشكله خالص. بما ان انت بتحب التدريب مركز فيه من صغرك، يعني وانت لعيب وانت كنت بسال كبرال تارجت نفسك، كنت بسال كبرال مثل كبرال على طول، والمدربين اللي بشتغل معاهم بسالوا انت عملت التمرين دي ليه، طب هنا جري شويه اقل من ده ليه، طب اللي عنده 30 سنه عمل سبرنت اقل من اللي عنده 20 سنه ليه. فكنت بسأل في كل التفاصيل واكتبها عندي، انا عندي ورقه قد كده مدربين كتير اجانب ومصريين. ياه والله، وانا بلعب. فكان كبرال يقول لي انت بتسال ليه كتير كده، اقول له انا عشان لسه بتلعب. فدايما دي كان مين بقى افضل مدرب اتدربت معاه؟ كبرال. تاريخك كبرال. كبرال حاجه يعني حاجه محترمه، حته العدل بيعملها، تمرين في الملعب في استمتاع، وبياخد الاحمال اللي انت عايزها ويجريك بالكوره، يعني حاجات فيها شدات عاليه، يعني شدات عاليه ما فيهاش ملل، كلها حاجات بكره، وهو خد اللي هو عايزه منك، ضحك عليك بلغه الكوره بس انت مستمتع. فكان شغله في الاحمال هايل جدا، مش متعب، طريقه لعبه في الشغل في الملعب كمان انت هايله، كان مدي ثقه جامده جدا للعيبه، اي لعيب يلعب معاه ما عندوش اسماء خالص، تتمرن كويس حتى لو انت جاي مثلا جايب برضه، كانت فرقته جامده جدا، جامدين جدا، اللي قاعد بره زي اللي بره ال 18 زي اللي بيبدا، لكن هو كان يعني عنده حته انت كنت موجود، مدحت عبد الهادي بتتكلم، حازم امام بتتكلم، حسام حسن، ابراهيم حسن، الاباني، وبشير التبعي، يعني فرقه صبري، طارق السيد، طارق السيد، ابو العيله، طارق السيد، طارق السعيد، عم منصف، وعبد الواحد، ده كان في كان فيرو، حسام حسن، وليد صلاح، عبد الحليم علي، عبد الحميد بسيوني، عبد اللطيف الدوماني، يعني لا يعني خمس فرقه واحدة. يعني فرقه واحده، فرقه دلوقتي اللي عنده فرودين ده المنتخب ما فيش عنده فرودين. طب كابتن احمد انا لازم نختم، بقالي دقيقتين بس، انا عايز يعني بسرعه، شايف ماتش مصر وقطر ازاي؟ انا شايف ان هو لازم يلعب بالتشكيله الاساسيه، تشكيله مظبوطه، احنا عايزين نكسب المباراه، مش رايح تجرب تاني، لا انا عايز تحط قوام رئيسي ان انت تكسب المباراه، تختم بشكل كويس، تاخد مركز ثالث، يعني نعم ثالث او رابع، لا احنا عايزين مركز ثالث، انا عايز اكسب حتى لو ماتش ودي من غير مراكز، فانا لازم توصلها للعيبه، لازم خلاص احط بقى تشكيل اللي انت رسيت عليه الخمس ماتشات اللي فاتت او الماتشات كلها اللي احنا لعبناها، تحط تشكيله تناسب وتراضي الناس كلها. الاهلي مثلا، مثلا الشناوي، حجازي، والونش، فتوح، اكرم توفيق، هو المنطقه اللي خط الدفاع بالجول ما فيهاش، بالاثنين ديفندرين طبعا، حمدي فتحي وسلاي ما فيهاش نقاش، تمام. الكلام بقى في الاربعه الباقيين، قفشه، زيزو، احمد رفعت، محمد شريف. قفشه وزيزو واحمد رفعت ومحمد شريف، بس هو بيلعب بثلاثه هاف ديفندرز، ما بيلعبش لو بيلعب على هو ضحك على الناس، ثلاثة ديفندر دي ساعات لما بيكون في ايمن اشرف، هو الماتش الوحيد اللي لعب بيه ثلاثة ديفندر هو كان ايمن اشرف تقريبا، كان ماتش الجزائر، عشان ماتش الجزائر جامد، لكن بقيه التشكيل كان 4-2-3-1، لكن في طريقه اللعب هو بيدافع، بينزل حد زي زيزو في قلب الملعب، بيبقى وانا بدافع 4-3-3، وانا بهاجم بتبقى 4-3-2، تمام. لكن الماتش الوحيد اللي كان صريح 4-3-3 كان الجزائر فقط، تمام. يعني انت شايف احمد رفعت ناحيه الشمال، بالظبط، وزيزو في اليمين، وشريف فرود، وقفشه. انت عندك تفسير لاصراره على مروان فرويد؟ لا، عايز يحط ناس جديده، عايز يقول انا عملت لعيبه جديده، ولا هو عايز لعيب برضو بمواصفات مروان يبقى محطه اكتر من شريف متحرك؟ لا، شريف هداف الدوري، واول ما الراجل جاله جاب جولين في اول ماتش ود معاه، تاني يوم مشاه، واحد بيعرف يجيب جون، واحد هداف الدوري، يعني ارقام
مميز، بتقوم واخده مطلعه بيلعب على الطرف، فبيلعب على الطرف دي بتقلل كتير جدا من شريف، لان هو في حته الصندوق او حته على المرمى بيقدر يجيب اهداف. فسيبه موجود يعني، عايز تجيب حد هات حد اعلى من شريف. لو جبت حد اعلى من شريف تمام احنا كلنا معاك، لكن مروان هيبقى لو مصطفى محمد رجع، احمد ياسر رجع، هتختار مين من مروان هيبقى رقم واحد على الناس دي؟ لا هتبقى صعبة جدا. فلازم كمان مروان لسه نفسيا هو مش مصدق ان هو في المنتخب ومش مصدق ان هو انت شايفه مهاجم كويس مروان؟ مهاجم كويس لكن رابع او ثالث، لسه محتاج وقت. رقم واحد لا طبعا محتاج وقت، محتاج وقت كبير طبعا. الزمالك كان صح لما اعاره لسموحة؟ صح جدا، صح جدا، ياخد خبرات ويشتغل السنه كامله، لان هو قاعد فتره طويله في نادي الزمالك ما بيلعبش بشكل كبير، لكن اعارته هتفيده جدا وهتفيد نادي الزمالك فيما بعد يعني. كابتن احمد صالح انا بشكرك جدا حبيبي يا استاذ محمد، وكنت ضيف جميل معانا، وان شاء الله يعني هتبقى ضيف دائم معانا باذن الله وتلتقي. انا راس انا سعيد جدا اني متواجد مع حضرتك، وبتمنى لك التوفيق، واتمنى يا رب كده يبقى برنامج رقم واحد في مصر. الله يخليك كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا. اجويرو طبعا النجم الارجنتيني اللي اعلن اعتزاله في مؤتمر صحفي، كان عارفين في مانشستر سيتي ثم انتقل لبرشلونه، لكن جت المشكله بتاعه القلب، ودي ازمه يبدو ان هي بدات تطال يعني عدد من اللاعبين، بقت يعني في مشكله ربما من الاحمال، ربما في حاجه مش مظبوطه، انما اعلن اعتزاله بشكل رسمي. التقرير ده هيوضح لنا ما جاء في المؤتمر الصحفي. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده باذن الله، احنا جمعه أو سبت أجازة، الحد في تمام 11 مساء حلقة جديدة مع بوكس تو بوكس. إلى اللقاء.